don't want to be heard anymore. I want action. I want something to happen. The only way Dawit can be free is when there is a regime change in Eritrea. What I would say is, what can Eritreans do for this movement? Against the Swedish Authority of Justice for not investigating this case. سلام كمي تنحكم كبرات اتخاذات التمسيات بيتنا ازلومي نمحل الفوز لنا مدب كاب ستوكولم كوينو بمتح ببار مستيات بيتنا ساتلائي تلفزيون اري بي ام ان استلالو ايو لومي عسران حدا حدار كل تشحن عسران اربعة كاتري از مدب يزرق حلو كلمة مالي سولوس عسر تتشعات حدار كل تشحن عسران اربعة قازيت انيا داويد ايسا اب كتما ستوكولم حد شلمات كم استقبله أبي زحلفة مرباتنا تخطاتي لكم وليركم تمالي دحرق أتري كاب ساعة حادك ساب ساعة سلست كبابي تتسانحة كال نايزته مع الدون نيرو أبي تي نايزته مع الدون ترخيبنا نيرنا نعوز ملكة مدب لومي نغرب لكم علينا أبتنا نايزته مدب كم أقايش كوينم أب كلميت أب مدرخ استعدمو زي تفعل عليو عبيتي عدومات نيروم كابتم عدومات حد ننويح عمتات بقداي داويد إساق عب قازيت أتات شودن كتحف تسانح شودن عوي قازيت إنيا بيون توباك نسو عبال بورد قازيت إنيا تات بزيدو بشودنيو قازيت إنيا يرقى ألم في السها كم أون صحفيتن قداميتن دما كاب جرمن أب ستوكولم أب زبوتا ترخيبا عدم تخينا كالا أسمي عانيرا كم أون حاو نزي نتزارب اللزلنا قازيت إنيا داويد إيسا إيساس إيسا أب مدرخ ترخيبو نيرو مايا أوبرك كإلى سبعة مسالات كاب امنستي انترناشنال شودنون او نيرا كارين اولسون دما كاب غازيتا اكسبرسن ارتعيتن كم اكايدت سراح نيتا اب شودن اب زرك حزلوها غازيتا اكسبرسن يا بتوم تقدمهم اب زيتا زنورو كل حساباتهم او حرس عاد بسطة قال لغا بوغن تعذبت زنورو رئيتاتاتهم هبام نيرم كافتم رئيتاتاتهم زهابو حانتي ولاد داويد إساق زخنت بيتليهم داويد إساق عنيرا نسا أب زهابة توقال أنا ننويح عمتات أبوين المفتاح تنكاس عيس إيه بوليتيكا شوالنقن كحق زاني كألن لومي كسمع زيكون كو زتقلب زلخو حدا تقباراوي زخنة من كاس عيسي زدل زلخو سلازي منقست شوالن كابتخ قورو زتسانحة أكايدا وكابتخ خورو زتسانحة أكايدا قال ترب زبالة مقدي حالا نقر كقبري زي تصوبع زلخو مخنياتو بزحات ناتو قد حيزو مزلو سبات ايقونا نعاي ناي قد ايرترا ترديهم كحكو زونس انا تقلبيتا ناي ايرترا خونتات كمي كم زمسل كم هروم ايام زي تصوبعي مو ازيخ اك خوونا ينبارون تايدا نساتهم اتهم نزي قد اي حيزو مزلو كيلاتات بصنع تخاتاتي لهم ابوي ام مفتاح كتحابا بروني يونيرو تسفاي ازون بحجون كقالسي انتخونا قن اتي شودن كتقدر تسكن حد بوليتيكا كتكيرون كالق مقد خطفتنني زيت قلب كتبل سمعي تاوي بزخونا اقباب تاري بزخونا قالات اسنيا رئيتو هيبا اتو حري تدلا بايرو دما ناتم حساب هيبا منيرم نسم اب زهاب ورئيتو شودناويان انتاي كقبر اللووم كاب نبل ايرتراويان انتاي كنقبرال لنا انتا نبل محاشا نيرو اب شودن زلوو وياب شودن زنبرو ايرتراويان اب قداي داويد إيسا دمتصوم كسمعون كاب سقطا خوصون اللووم إيلوم اتو حري تدلا بايرو بيتسب داويد إيسا فلاي دما نحاوو إيساس إساقن بعالت بيتون ولادو بيتليهم داويد إساقن نويح عمتات نبينهم أب شودن كمزقوييو دادحريهم زخد إيرتراوغن وحود كمزنبرة إزقن تغييرو أبتو قدينا كاب شودن العلي نحن خنواسع خمزلنا زخخر زحتت ويدما حاوسي زنكف عينة رئيتو أقميتهم
نسام من كم زخانو كافي كم زماتو انتاي كم سرحو قد محجي بدحر حجون بزعواز قلتاي تصلوخ حدر زخل عينة حدا تحف ولا حدا ارتكل كدالو كم زخانو ثم باتعهم بزد ما رئيتهم التقالي لهم بمقتال عبتي بوتا زنبري قازيتنيا كالد عبدو كاب شودن قدائي داويت إساق أبي شودن بولوتيكا وملك حيزيو استفانا ليا سلفتات شودن أبي أوان مرجعيخون أبي أوان بولوتيكا ويقعزئن تحادة نتحادة بقدائي داويت ناتخاسسا نقدائي داويت كاب ناب سبع أونات كفتح اللو كاب زبل بولوتيكا وخيري ناب ناي كال بولوتيكا ورابحاتات زلو أرستي كأيرانين كسر حلو سانيحن مو زخاء كخون أي جبان بتحرم بالو أنا بولكي داويد كفتح له زغل مجدي أبي أتراز الله سرعة كابسرو طبعا كيسو كل سرعة مزتكل ويد مع ريجيم تشينج مزفتر إيو كخون زغل زبل حساب يزال نيلو جازت إني كارد عبدو التي مسرة تاولوتيك صار زي ما تدمع داويد إسحاق كبيت مسرتيك فتح يزبل حساب ويريته ويتثبت يبلين قبل رئيتو هيبو اب مواد اتاون حدا قال شودناوي تساتافي حطير حتو اقريبو السدما منجس شودن ودما نزا اكل نزي قداي حزو زلا اكل ولا حد خجبر بزي مخالو ودما نزي جبن نزي نزي ب ابي ارتراب زلا سرعه استفصم جبن انصار سبع اونت كمرمرو تدا زي كيلو وي فقدني انت زي انت زي كوينو لعقو تقلبيت كاز خصصلو مجدي اللوديو قبل حتو اقريبو نيرو حتو نايزي شودناوي تساتافي غازيتنيا بيون توبا تومباك ملسي هيبو نيرو نسود ما بحصر زبل مجدي هو نحنا حجي كومينا نحسب زلنا زبل ملسي هيبو أتي ناي ذات معدي أب درجة كل التسعات أب مززامو كيدو أتي نزز الدلوة تكل ويدما فاونديشن إيد الستامز بهالدما بصلص شلمات عديلو برافو عبدما خمس زام السلة نايم بهال معدي كفيتونيرو أتي زي ما نقصتاو تكل ويد فاونديشن قدائي داويت إساق بخمزة عينات ناكل تسلستة معالتي أرستي ويدما قلحتا ترحت عاصيو زخييد كيكوون نفس وكف سب نفس وكف معكن زينا نفس وكف أكال منقستي يخون زي منقستا وتكال بزعبا قدائي داويت إساق مرميرو أتصبيقو أمريرو كقالسن دقاقيمو كزاربلون يوم تساوي عمزة لو تم تكال مالتي كبرات خطات التي مستيات بيتنا خم أول ساتلائي تلفزيون إيري بي أم ناسع قداي قازيتين يا داويد إساء نلعلو زلنا قداي داويد إساء بزيق النتو شو دناوي إرتراو سلزخونة مودما تي استقبل الشلمات كاب شو دن سلزخونة قداي داويد كافتم أبي إرتا تأسير عمزة لو خالوت بزحات مزن وقازيتين يا تات فليب زبالة من قدي أبي شودن أغلبو كركب بحريا وخيني سمعنا انتخونا قن قداي داويت كلا على الكلوم تزاواري قدايتهم كلهم أبي إرترا بزي حقن بزي فردن نعمتات تأثيرهم زلوو أبي كم زلوو خاء هلواتهم زي فلت كازي تنياتات سلازخونا تي قداي تقام منبر حادة أبلي تزارين حادة دما زرسع عينات أرستي آيكونن سلازي نخلهم توم أبي إرترا بمخنيات رؤيتهم ويدما قازيتنياتها سلزونا ورو طرح ويون ولا حانت بزي فلتو قداي مخصصي قداي زي فلتو بزحات إرتراوين أبتحت ما أسرت خمز ركوه نفسه كاف إرتراوي فلتي زغوح ليلا سلزي زي آتهم كلهم بغطبت كابلو من جميرا كاما أسرت خفت تحيو زي فاونديشن زي تالي بزالو بزيكا قازيتنيا داويت إساء قالوت شودان عوين قازيتنياتات كوينهم جنكا كاف شودن وصاي اب سفر عليه هاغرات تاثيرهم زركبون زي زي منغستاو تكالزي زكيرو ومعيلين ابلت حدا شودناوي تشيناوي اب تشينا سنكي ريتو استاسره غازيتن يالو لعلو مفتاح زكايه تعاراتات هنا لو كالوتون اب سفر عليه هاغرات كوم عينت تمساسالي
عجاء زكاتهم شودنا وين كلتا درب زي قلنا زلهم شودنا وين علوا ما نزيعتهم من بتقلال ذكروا معيليو نايب على سيوم صحيين كالوت قادتين يتاتن أسماتون تلعيل نيرو بيتسب نايزوم تأسيرهم زلهون كلمة تمالن تمالن عبت الدراش عبتنا شلمات سنة سرعات يخون عبتنا يزيتا ما أدري تساتي فهم نيرو سلازي بتزواري إذا كنت داي كنت داي داويت إساء طرح زي كنا كنت داي كلهم أبي أرتا تأسيرهم زلهون قادتين يتاتيو نحن هون انتخونا RPM بس مسيح بيتنا بمتحببات كاب استفر علي قرنعة عالم ناب شودن زمز أنا اللو نويح استفع عزنا اللو مخنيات طوم تأسيرهم زلو زحلفو زلو مكرا بمردع تناتنا بجيزين هالكن كتباوي كساران زخونا تسلوا كم تسايك إلنيو نساتهم مقاز اللو بمباليو سلازي إتعبي أرست خون زلوا أبزكو دايزي كدايتهم أبوش تيرترا زساقه زلوا تأثيرهم زلوا ولاون أبيت ما أسرتي أي تأثروا أبوش تيرترا ترح مهلا ومترح أبكفح كان شلو أبكفح كثري تأثيرهم زلوا ملا هزبنا دماء دم تسخون كنم كابتي عملين حرحدنا زكبر ناي زناي خون ناي مأكابلاي كخون كوركوس كاوزينا أبتد عبي أجندا كناتو دماء كنمهار قبانا زي فاونديشن زي زر أينا نقدر نتلو أسرات ناخد رستع كم زي بلنا كبر خنهبهم كم زلنا جقانونا مخانهم كفالت كم زلنا ناتنا رول موديل مخانهم كل جزي كنذكر كم زلنا حلا في النت زهبي سلازي كنتس كان إذا تحزيو أمو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا أبي مود داتا نبريزيدنت شلمات إدلستام فاونديشن أزراري بيالخو زرر ربنا بقامكوها إنجليزي نيرو حد سير كالي محتس لزخونا نعو كت رئيوك حدككم بو بلاد ما إسانا باتكم دحان صنحو Miss Caroline, you are the president of the Edelstam Prize. Why was your organization created? We saw a great need to actually support people who are working within the defense of human rights. Many times they become very lonely if their friends, family turn their back on them, employees can abandon their own. And this was the case with my grandfather, Harald Edelstam, who was a Swedish ambassador. And when he saved many lives, I mean, his employer, the Swedish Ministry of Foreign Affairs, were not too happy with his actions. But he followed his moral compass and did what he felt he had to do in saving people's lives. Yesterday, your foundation awarded Dawit Isaak. What do you expect to happen next? I hope that we manage to gather the international community in actually supporting Dawit Isaak's case, along with other journalists that are imprisoned. These are very grave human rights violations the government of Eritrea is committing. What do you think? Why have 23 years of attempts to free Dawit Isaak failed? I think Sweden has actually made attempts through silent diplomacy, but I think it's time to change the strategy as it is not working. Governments have obligation, according to international law, to actually respect human rights and also to ensure that the safety of the citizens. And I think, I hope that Sweden now will actually change strategy and see what other ways can be done. Do you think you got a lot of attention as a media, in the media, in the international media? I think the past days have really shown the solidarity of the international community and the strength in the international community. I've rarely seen such a global media exposure anytime before in regard to our laureates. So I hope this will contribute to also put pressure on the government of Eritrea. Do you have any message for the governments of Eritrea and Sweden? Let's start with Eritrea, because they are really, really unlawful in this situation. So my message will be
that the Edelstam Foundation respectfully asks the authorities of the state of Eritrea to free Dawit Isaak together with other still imprisoned journalists and members of the G15, and in any case, to immediately reveal Dawit Isaak's whereabouts and to respect without delay his right to be visited and assisted by a lawyer and a visit from the Swedish consular authorities.